طيب محاضرتنا راح تصير اليوم امتداد واستمرارية المحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة ايش خدنا؟ خدنا ما يتعلق بالخارطة الكنتورية. راح نسوي فد هيجي مراجعة بسيطة للمحاضرة السابقة حتى ندخل. احنا الروب كورس راح نشغله، اللي اطلبه من عندكم تشتغلون على اساس هذا البروجكت افضل. ابتداء هذا البروجكت ابتدوا اشتغلوا به، يعني هذا البروجكت اللي هو السامبلز الموجود ابتدوا اشتغلوا به حتى تقدر تطبق بدون اي اخطاء. واضح؟ يعني هذا المحاضره اليوم طبقها بالعملي كما هي على هذا البروجكت، مو على السيكونس اللي قلت ما استاذ فاضل. سيكونس قالت ما استاذ فاضل وين المرحله؟ خلينا نقول الثانيه. هسه ابتداء تعرف انت التولز، تعرف شنو الادوات الموجوده المتوفره شلون تشتغل بيها بغض النظر عن نوع البيانات وياي. فهنا هو البرنامج، الشركه المصممه البرنامج مهيئت لك بروجكت كامل كل بكل المتطلبات اللي تحتاجها. اشتغل عليه اليوم، نضبط الشغله اليوم اللي الاستاتيجرافي بالنسبه للكروس سكشن وبالنسبه للفينس دايجرام. بالعمل الجاي او المختبر الجاي لا، ابدا نشتغل تطبيق حقيقي، ناخذ هاي السيكونس اللي عندنا ذني اللي هن الابار الموجوده، ممكن شنو؟ ممكن نشتغل بشكل تطبيقي على الموضوع. واضح الفكره؟ بالمحاضره السابقه تفضل، بالمحاضره السابقه ايش خدنا؟ المحاضره السابقه خدنا بالمحاضره السابقه موضوع المابس. قلنا احنا بامكاننا نروح للماب، بالماب ومن الماب نقدر ناخذ البور هولز لوكيشن، من البور هولز لوكيشن وممكن نسوي خارطه البور هولز لوكيشنز موجوده عندي، وممكن اروح المن اروح للاوبشنز واحدد ماذا اريد ان تظهر بالخارطه من حيث الاي دي، الاليفيشن، التفاصيل الاخرى، الشمال التشريق والتشميل، ايش اريد؟ ممكن احدد منها الشيء اللي اريده. واضحه؟ وبعد ذلك اقول له اوكي، وبعد ما احدد الشيء اللي اريده وممكن اسوي جريد ماب، يعني اسوي عمليه جريدنج اللي حكيناها بالسيرفر، ومجرد اقول له بروسيس ممكن شنو؟ راح يرسم لي الخارطه اللي هي شنو هي؟ الخارطه اللي تلاحظوها امامكم، هاي الخارطه. هسه انا فقط ردت مواقع الابار. وتلاحظون هنا فالطبق فالشغله ممكن نطرحها هنا اللايرز. شنو معنى اللايرز هذا؟ الطبقات الموجوده هنا، يعني ممكن هسه اسوي؟ ممكن اخفي الشيء اللي ما اريده. تلاحظوا مثلا هاي اخفيهن سيمبلز، ممكن اخفي مثلا هذا الليبلز اللي هو الاسم وبقيه الامور الاخرى ممكن اخفيها من هنا، وممكن كل ما احتاجه كلها اخفيها حتى اكبر، ومن هنا اقدر ايضا اكبر الخريطه مالته. احنا اخذناها بالمحاضره السابقه، ممكن اسوي سيف وممكن اسوي برنت. هذا بالنسبه لموضوع اللوكيشن. الستريب لوج ايضا اخذناه، الستريب لوج 2 دايمنشن و 3 دايمنشن حكينا عليه وتطرقنا عليه، وقلنا شلون نقدر اسوي بالنسبه لل 2 دايمنشن. عندي السنجل اللي هو ليبير واحد، وعندي البروفايلز اللي هو اسوي بروفايلز ما بين نقطه ونقطه بغض النظر انه اكو او ماكو عندي بور هولز، وبالتالي ويظهر لي البور هولز الموجوده من الخطط نفسه والقريبه من عدل حسب شنو؟ حسب ما يتعلق بموضوع ال العمل مالتنا. زين، فهنا ايضا لازم احدد اول مره من اللوكيشنز وضمن سواش او سواث محدد عندي اللي هو البعد عن شنو هو الخط المستقيم الموجود بمركز التحديد. هذا حكينا عليه، قلنا منها ممكن ازيد واقلل السواث. والسناب حقيقه هذا الموضوع، بس اطرق للسناب. السناب شنو شباب هنا؟ السناب من اشره منها؟ لاحظ بمجرد اوقف، لاحظ بمجرد اتقرب من نقطه شو يصير عليهم؟ يحدد. هذا يسمى السناب. من الغي السناب هنا شوف ما يحدد لي، كون انا اروح بالضبط للنقطه واشر عليهم. لاحظ، يعني هسه من اسوي هنا شوف ما حدد للنقطه، لازم اروح لمن؟ اروح للنقطه فعلا، بينما السناب لا، يسهل لي المهمه. السناب من اسوي سناب شوف بمجرد وقفت هسه بعيد عليه ممكن شوف حددها، وانا هنا لاحظ هنا شوف وانا بعيد حددها. لاحظ هذا الفرق السناب من اشر منه. هاي ملاحظه ايضا مهمه بالنسبه لعملنا. الاستاذ سوات هذا العرض، هذا العرض
الفائدة أنت إيش قدر تغطي مساحة؟ مساحة البروفايل قد يغطي مساحة. ممكن أنا عندي شغلي مثلاً محدد بشارع، لو فرضنا الشارع مثلاً جيت 15 متر مثلاً، بينما مثلاً لا، لو ردت مثلاً أسوي مو شارع، مثلاً أسوي مدرج مطار، مدرج مطار طبعاً هنا الطائرات وكذا، لازم جزء أحتاج شنو، أحتاج مسافة أكثر، جزء مثلاً أخذ كيلو، زين كيلو. إذا مثلاً ردت أسوي خلينا نقول مثلاً يعني مقلع، مقلع أو حسب حاجة المشروع مالتك، جد تريد المساحة اللي يغطيها قليلة أو كثيرة. العرض بالضبط للتغطية، ممكن يعني أكبر منها، لاحظوا هسه ممكن أكبر وممكن شنو، ممكن أقلل وأصغر المساحة، يعني العرض، عرض هذا المستطيل أو البروفايل موجود عندي. اليوم راح ناخذ، بما أنه تعلمنا الاستريبلوج، راح ناخذ الليثولوجي والاستاديغرافي، هم طبعا اثنيناتهم متشابهين، فلذلك راح أركز لك على الاستاديغرافي من هنا، على الاستاديغرافي لأنه تقريبا مشابه هو. الاستاديغرافي احنا سبق وين قلنا، قلنا أساس عمل الروك ووكس هو الاستاديغرافي والليثولوجي، اللي هو ما يتعلق بالمضاهات الصخارية والمضاهات الطبقية. والمبدأ العمل بين الاثنين الليثولوجي والاستاديغرافي هو مبدأ واحد. المبدأ هو شنو؟ هو المبدأ بأنه يعمل على إيش، عمل مضاهات بين الطبقات المتشابهة أو الليثولوجي أيضا شنو المتشابه. هو شو يسوي لي؟ يسوي لي فيما بيناته عملية المضاهات، عملية المضاهات، واضح؟ فهسه لو روح الاستاديغرافي، من الاستاديغرافي عندي structural elevation وعندي نعم هنا عندنا المهم طبعا عندي هو الموديل والسكشن والادفانس دايجرام ذني. المهم عندي لو نجي هسه الى structure elevation two dimension، هذا طبعا شيء طيني. بعض الاحيان عندي اريد انشئ، بس انتبه هنا شنو الفرق، هي خارطه مو لو لا، شنو الفرق عن الخارطه قبل شوي شفناها، شنو الفرق عن الخارطه، او ليش هو خلالي ضمن الاستاديغرافي خلالي شنو، خلالي خارطه ليش؟ انا قبل شوي هم عندي خارطه من هناك مو لو لا، يعني ليش حددها بالاستاديغرافي؟ انا مو عندي هنا ايضا ماب، وممكن من اسوي ماب وممكن اسوي جريد، شنو الفائده منها؟ نعم استاذ، هاي خارطه مرسومه وجاهزه بس سقط عليها، ما ادري من ما بيصير احنا رسمناها. لا لا لا، هو اثنينات الخارطه كنتوريه، هنا هم يسوي خارطه كنتوريه، هنا هم يسوي خارطه كنتوريه، وهناك ايضا يسوي خارطه كنتوريه. ما الفرق بين الخارطه بيجي وهاي الخارطه راح نسويها؟ نعم استاذنا، حتى نعرف طبيعه المنطقه، يعني استاذ احنا لازم نسوي مضاهات بين الطبقات. لا لا، بعد 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 استاذ، هناك التركيب تاع مواقع او هيك شيء، بينما هذا الارتفاعات والتضاريس موجوده بالمنطقه. لا بابا، الخارطه الاولى اللي هي بالمابس الاساسيه، هذا شو يسوي؟ يسوي لي على اساس الاليفيشن، عنده اليفيشن ارتفاعات النقاط، وبالتالي ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي خارطه ايش؟ طبوغرافيه منطقه، اليفيشن يعني ارتفاع وانخفاض، وينطيك بالضبط مثل ما تعلمنا وين؟ تعلمنا بالسيرفر. هنا الوضع يختلف، هنا ايضا يسوي لي خارطه طبوغرافيه او خارطه كنتوريه، لكن لمن؟ ليس للاليفيشن فقط، وانما ممكن لاي طبقه من الطبقات. وضحت الفكره؟ لو ما وضحت ما وضحت فكرة. انا اساسا قلت ليش احفر ابار؟ ليش احفر ابار؟ احفر ابار حتى لمعرفه ما موجود تحت السطح. اذا من اقول تحت السطح، يعني ايش موجود تحت السطح؟ اما اقول انا اتعامل كطبقات صخاريه، او ايش اتعامل؟ او اتعامل كطبقات وليس كصخاريه. مره اقول انا عندي ساند سيلت مثلا، كلي ساند ستون سيلت ستون، ما اعرف، يعني صخاريه مثلا صخور ناريه، قد يكون صخور متحوله، صخور رسوبيه، ايا كانت. ومره لا كليثولوجيه، ومره لا انا ايش عندي؟ عندي طبقات، تكاوين كان يكون شلون عندي هنا دبدبه، دمام مثلا، تكون الفتحه، تكون الفرات، ذني تكاوين. فبعض الاحيان ايش احتاج اسوي خارطه لارتفاعات وانخفاضات بالمنطقه بشكل عام. اجي مثلا سعد بحر النجف، اخذ نقاط بحر النجف
هاي النقاط بي اكس واي وزد. هنا وين اكس واي زد وين اخذهم؟ اخذه مات الابار نفسه. مو كل بير قلنا من البير اطل اكس واطل واي. الاكس يمثل لي مثل التشريق مو لو لا، والواي اللي هو التشميل مو لو لا، واطي اليفيشن لكل بير. فممكن اني استخدم الاكس والواي والزد اللي هو شيء مثل الزد الاليفيشن مال البير، واسوي خارطه كنتوريه او خارطه جريد ماب المن للمنطقه على اساس الارتفاعات والانخفاضات. واضحه؟ جيد. مره ثانيه لا، انا عندي ابار حفرت فت 10 ابار مثلا في منطقه دراستي اللي يكون مثلا جزء من بحر النجب، يعني حددت 10 ابار، حفرت 10 ابار وحددت عمق تكوين مثلا الدمام بكل بير. وضحت؟ بهذا البير تكوين الدمام، تعرفوا شنو تكوين الدمام؟ تكوين الدمام ضمن التكوين الجيولوجيه الموجوده، تكوين عندنا دبدبه ودمام وفرات وتكوين كثيره عندنا بالعراق. لو جيت فرطت هنا لقيت تكوين دمام، او نقول اي طبقه، هسه لا تدوخون بالدمام، اي طبقه، لقيت طبقه محدده عندي، وين بهذا البير؟ ايش قد عمق الطبقه؟ مثلا لقيتها بعمق 50 متر، احفر 50 متر حتى شنو وين؟ حتى ايش؟ حتى احدد الطبقه بهذا البير. نفس الطبقه في البير الاخر انزلها مثلا القى 60 متر. نفس الطبقه في طبق في بير اخر القى مثلا 30 متر. اذا بعض الاحيان يجيني السؤال يقول لي دكتور تكوين الدمام شنو ال 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 خلينا نقول ارسم لي خارطه للحد الاعلى لتكوين الدمام بالمنطقه. وياي؟ لو مو وياي؟ يعني اعطيك اياها بصوره خلينا نقول يعني صوره عمليه اكثر. بعض الاحيان بحر النجف جينا وزعنا قطع اراضي، وزعنا قطع اراضي مو لا زراعيه، والفلاحين يزرعون، من يريد يزرع عشير يريد مي مو لا يريد ماء حتى يزرع به. زين من يريد ماء انا اعرف مثلا في بحر النجف تكوين الدمام تكوين غني بالمياه مو لا. زين اجاني هنا شخص قال لي انا اشتريت او اعطوني قطعه ارض فلان منطقه، ايش قد احفر والقي مي؟ وياي؟ ايش قد احفر لتكوين الدمام حتى القي مي؟ اقول له والله تحفر بهاي المنطقه ما اعرف. يقول لي شلون؟ اقول له والله ما ادري مشكلتك. مو لولا يجي يروح يحفر بير يلقى تكوين يعني على مستوى 200 متر بدا تكوين الدمام عنده، اوكي؟ طلع له مي. يجي واحد لاخ مثلا على بعد مسافه هم يجي يحفر بير يلقى مثلا 225 تكوين الدمام. اخر 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 مجموع صاروا 10. بهالحاله شو اسوي؟ اقدر ارسم اني خارطه عن طريق هذا هنا الاوبشن هذا، ارسم خارطه مو للاليفيشن مو للطبقه الارض، وانما المهم للطبقه الموجود بها المي، لطبقه ايش؟ لطبقه مثلا الدمام، بحيث اي واحد ثاني من يجي يجيني يقول ابدا احفر بير اقول اعطيني الاكس ولا مالتك اكس، اقول اذا راح تلقى المي هالقد عمق. وضحت الفكره؟ شلون؟ وبالتالي ممكن اسهل العمليه بدل ما يجي كل واحد يحفر حتى يكتشف، او قد لا يجد الماء وقد يفشل البير عنده لانه قد يحفر 200 متر والماء عنده 250. هذه الفكره؟ فهنا ايش راح اسوي؟ راح ارسم اذا هنا الاختيار الخرائط اللي يرسمها هو يرسم خريطه لمن؟ يرسم خريطه للحد الاعلى لاي طبق اريدها مو للاليفيشن. وياي لو مو وياي؟ الاليفيشن تبع الارض. مره شوف هنا تبع الصبوره، مره عندي هذا بير، هذا بئر، وهنا الارتفاع مالته مثلا خلينا نقول 200 متر عن مستوى سطح البحر. وهنا عندي بئر اخر، هذا بئر اخر، الارتفاع عن سطح البحر هذا البئر الاخر ليكن مثلا 250. وياي؟ وعندي بئر اخر هنا الارتفاع مثلا هو 180 متر عن مستوى سطح البحر، هاي ثلاث ابار عندي. مره بالاختيار الاول ايش اسوي؟ ارسم خارطه كنتوريه المن للاليفيشن حتى اعرف ان الارض ايش صاير، الارض ايش صاير؟ وياي؟ ايش صار الارض؟ هذا 200 250 180. مره ثانيه لا، في هذا البئر لقيت تكوين مثلا الدمام يقع مثلا تحت عمق مثلا خلينا نقول 50 متر، بينما هناش يقع ضمن عمق 30 متر، بينما يقع ضمن مثلا 70 متر. اذا ما اريد اسوي خارطه كنتوريه للارتفاع الارض، وانما اسوي خارطه علما لهذا التكوين، لهذا التكوين اريد اسويه، اريد اشوف هذا التكوين من اجي احفر قد احفر حتى القينا مي.
وجد احمر هناك بمي. وبعض الاحيان يخيرني خيارين، مره يقول لي ترسم للطبقه العليا الاب زين، ومره للداون. يعني دي مو هاي الطبقه صايره هيك طبقه، مو لا هي هاي طبقه مثلا، هاي طبقه، هاي طبقه كلها طبقه، وهاي كلها طبقه، وهاي كلها طبقه. مره ارسم للحد الاعلى، ومره يسالني ارسم للحد الاسفل، وبالتالي اقدر حد اعلى وحد اسفل. انا قصر الاثنينات ايش يطلع لي؟ يطلع لي السمك، السمك ضمن المنطقه. وضحت الفكره؟ هسه هاي الخارطه راح اسويها هنا تختلف عن الخارطه اللي اسويها وين؟ اسويها بالجريد ماب. ديجا فقط الاليفيشن، هنا لا، هنا يعطيني اختياري، يقول لي حدد لي ها طبقه تريد انت. ما حدد هنا ارتفاعات، وانا مش احدد احد الطبقة، وهو يعرف يعلم الطبقة مين تبتدي وين تنتهي. لان انا دخلت له بكل بير، هذا البير الدمام مثلا يقع على ارتفاع 30 الى حد مثلا خلينا نقول 70، هنا من 50 الى مثلا كذا، هذا من كذا. واعتمادا على قيم الطبقة نفسها ممكن شيء يسوي، ممكن يحدد عندي العمل. نجي هسه الاليفيشن. نعم مستوى الماء لا هو مو لا مو خط عدل، هو يعتمد على اغلب الاحيان، اغلب الاحيان يعتمد على طبوغرافية المنطقة، طبوغرافية المنطقة. المنطقة اذا كانت طبوغرافيتها خلينا نقول مثلا هسه لو فرضنا عندنا بالعراق هسه في منطقتنا الحدود السعودية اعلى من النجف، وبالتالي انحدار الارض من انحدار الارض من السعودية باتجاه النجف، بالتالي اغلب الاحيان ايضا التكوين او الطبقات تاخذ في بعض الاحيان في حالة انه ما عندنا احنا تراكيب ستراكشر، ما عندنا يعني امور تكتونية وشي وكذا، الامور الطبيعية تأخذ شنو؟ تأخذ الطبقات نفس شنو؟ نفس الباترنز او نفس خلينا نقول السلوب، نفس الطبوغرافية السطح نفسه. فبالتالي عندنا المياه دائما تجي مين؟ تجي من منطقة السعودية باتجاه النجف، تأخذ نفس انحدار الارض، نفس انحدار. وبعض الاحيان لا، اذا الارض يعني مو بيها تراكيب يعني امور تركيبيه وغيره وشيء قد لا تتغير، لكنه على الغالب انه تاخذ نفس السطح. نجي هسه من هنا استراكشر تو دايمنشنال، نقول له تو دايمنشنال من هنا، من هنا راح يسالني بالاوبشنز، راح يسالني هنا، راح يحدد لي يقول لي شو تريد انت؟ تريد على اساس الدايركشن، تريد على اساس انواع الموجوده، وعندنا الاجريجنج هنا موجود، وبالتالي ممكن احدد له النوع الطبقه اللي اريد اتعامل وياها، الطبقه اللي اريد اتعامل وياها. هاي طبعا اشكال من انواع الموديلات اللي ممكن، او خلينا نقول الخرائط اللي ممكن شنو ممكن يرسم لي اياها. هنا التكوين انا ايش راح اسوي ابتداء؟ ابتداء منا هذا منا اليونت راح حدد له منها الطبقه. لاحظوا شوفوا شباب، منها حدد له يا طبقه، لاحظوا يا طبقه منها هاي وين حصلت؟ مين خذيتها؟ من الاستراتيجرافي يونت، لان قلنا هنا الخارطه راح يرسم لي اياها، هي خارطه لمن؟ خارطه لطبقه محدده مو الاليفيشن. فمنها ممكن مثلا احدد له، اقول له مثلا الياهو اريد مثلا اريد يكون مثلا لهذا، هذا التكوين، هذا التكوين حددت هذا التكوين. هنا أنا يقول لي السوبر فيس توب لو فيس، يعني شو تريد؟ تريد لي للطبقة العليا لو للطبقة السفلى؟ أقول له لا، خلي لها مثلا للطبقة العليا، للطبقة العليا. أقول له هنا أنا أيضا أرسم لي كنتور وكلر وما أعرف إيش، وبعد ذلك أجي أقول له راح شو يسوي؟ راح يرسم لي، رسم لي هاي الخارطة. لاحظوا لو لا، هاي الخارطة رسم ليها لمن؟ هاي الخارطة هي خارطة توبوغرافية لإيش؟ مو للإليفيشن هاي، وإنما لهذه الطبقة اللي اسمها سبير جين فورميشن. هاي في التكوين عندهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وما أعرف في تكوين شو ناس عند تكوين دبدبة، لأنه تكوين تسمى بأسماء المناطق. عندنا شو ناس عند تكوين دبدبة، تكوين الدمام، كل واحدة المنطقة مثلا الدمام، في الدمام مكتشف حسب. هاي راح تأخذون شرف صف ثالث هذا الموضوع. فهنا هاي خارطة لمن؟ هاي خارطة طبوغرافية لمن؟ هاي خارطة طبوغرافية لهذا الطبقة، لهاي الطبقة، لهذه الطبقة، خارطة طبوغرافية لهذه الطبقة. وشوفون بالبداية قد تصور إنه شنو، قد تصور هي خارطة للسطح، بس مو خارطة للسطح، بس بعض الأحيان هي تكون مشابهة، لأن قلنا في الغالب
الطبقات الطبقات تاخذ نفس السلوب نفس الاليفيشن نفس الانحدار ما السطح، ولكن بعض الاحيان لا ما تاخذ تختلف تختلف عن السطح. هذا بالنسبه لمن للهنانة. وممكن نفس الامور الاخرى قلنا عليهم، ممكن اوقف الشيء اللي ما اريده مثلا والشيء اللي اريده بقيه حسب الشيء اللي اريده. هذا لمن؟ هذا لتكوين محدد. زين هذا لا راح اخذ البيس مالته، هذا ممكن ارسمه وممكن اخزنه ممكن اسوي له فريند طبعا واخليه بطروحتي اخليه بالبحث مالتي اقول هذا شنو، هذا هو الخارطه الكنتوريه لتكوين يكون مثلا الدمام منطقه دراستي. يعني كلش مهم احنا بشغلنا، يعني لا يخلو بطروحه ماجستير او دكتوره خاصه بموضوع الطبقات بالمياه الجوفيه من هاي الانواع من الخرائط نسويها وتاخذ وقت مثلا بالرسم اليدوي. هنا لا يسمك اياها ب فتره قياسيه سريعه حسب للبيس سيرفس، اقول للبيس مو للتوب. ممكن ايضا ارسم خارطه شنو، خارطه ثانيه، رسم هذا المن، رسم هذا البيس. ممكن اخذ الخارطه الاولى للتوب والخارطه الثانيه للبيس واستقطع هاي الخارطه عن هاي الخارطه، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني الثيكنس لهذه الطبقه، السمك لهذه الطبقه. هذا ما كل ما يتعلق بموضوع الخرائط اللي هي ضمن من ضمن الاستراتيغرافي بالاستراتيغرافي. وطبعا اكو نوع ثاني اللي هو 3 دايمنشن ممكن يعطيني ال 3 دايمنشن. لاحظوا نفس السابق لكنه شنو ايضا منها حدد التكوين، حدد التكوين اللي اريده ليكون نفس هذا التكوين زين للتوب او للبوتوم او للبيس مو لا. وبعد ذلك اجي اختاره من هنا، اجي اختاره ويرسم لي شنو، شوفوا رسم لي تكوين يا هو رسم لي الطبقه العليا لشنو لل الطبقة اللي أنا أريدها. شوفوها هاي الطبقة، رسم لي الهم هذا التكوين مالتي، هذا التكوين مالتي إجا بهالشكل هذا. لاحظوا بهالشكل التكوين مالتي ممكن بثري دايمنشن، عرض بثري دايمنشن. وممكن أسوي له فيديو وأخليه مثلا في مشروعي من أقدمه مثلا الشركة أو لكذا أو لجهة مثلا معينة، ممكن أشتغل بهذا الشكل. واضح الفكرة؟ هذا ثري دايمنشن. أيضا هذا المن، هذا لطبقة وليس لل إليفيشن، يختلف عن ذاك اللي هو اختارنا لإليفيشن محددة. على كل حال هذا ما يتعلق شنو، ما يتعلق بالاستراتيغرافي بالستراكشر إليفيشن. الثيكنس لا ياخذ لك، احنا بالاول مش رسمنا للتوب ورسمنا او للتوب او للبوتوم، هذا لا، هذا يرسم لك للثيكنس السمك، سمك ما بين ايش؟ ما بين الطبقه العليا والطبقه السفلى. هذا شو يقول لي؟ شوف هسه هنا يقول لي يا طبقه تريدها، اقول له نفس الطبقه هاي، يقول لي تريد شنو؟ تريد اليونت توب، التوب وهنا البيس. لاحظ سوى ايش طاني؟ هنا طاني توب وهنا ايش طاني؟ طاني بيس. وبالتالي ايش راح يرسم لي؟ راح يرسم لي اللي هي الخارطه لي للسماكه، لسماكه ايش؟ لسماكه ذلك التكوين، السمكات ذات التكوين. وضحت الفكرة؟ إذن أول مرة رسمنا خارطة للجزء العلوي، خارطة للجزء السفلي، وهنا خارطة لمن؟ خارطة للسمك اللي هو الفارق ما بين العلوي للطبقة والسفلي للطبقة. وضحت الفكرة؟ هذا أيضا هنا مرة ثانية لا ممكن شو أقول له؟ أقول له ارسم لي الثيكنس كثري دايمنشن، ثري دايمنشن صار أوضح. شوف هذا ثري دايمنشن أيضا توب وبوتوم، توب وبوتوم، واقول له ارسم لي هنا يعطيك اياها شويه اوضح، يعطيك اياها. لو تلاحظوها يا شباب هنا ايضا الثيكنس يصير عندي. لاحظوا شوفوا شباب، خلي شوفوها هذا شويه كلش واضح هنا بالمنطقه مالتي، لاحظوا هذا التكوين. شوفوا شلون السمك مالتي، هذا التكوين، شوفوا السمك هنا بالمنطقه سمكه يختلف عن المنطقه الاخرى. طبعا اكو شيء حلو بعد اقدر اضيفه لهاي الخارطه، اقدر اضيف لها فد شيء لطيف جدا. طبعا منها اقدر اوقف، مثلا الطبقه السفلى اللي هو البيس، الطبقات هنا موجوده، اقدر التوب، هاي التوب، شوفوا التوب، هذا البيس، الجو زين، وهذا هنا لاحظوا المجوف يخليك اياه،
او اقدر اضيف له شغلة اخرى شباب من الفايل، اقدر اقول له append. ايش اضيف له بالابند؟ اقول له اضيف له بالابند اضيف له ابار. هسه انا ما اعرف، خلينا نختار بالله هذا، شوف هذا بالله وين احنا اللود بالله، اعتقد 3 دي لود ما ظهر لي هناك. هنا انا عندي بالابند، انا ما مجهز حقيقه، ما اعرف بالضبط بالاكزامبلز هو ايش منطي ايش منطي ايش منطيني. هنا انا اعتقد هذا لو يس ما طاني. المهم هنا ممكن اضيف بالابند. تتذكرون احنا تتذكرون بالمحاضره الاولى ممكن قلنا شو نسوي؟ ممكن نسوي الابار نفسه بالستريب لوك. الستريب لوك اقدر اضيف الستريب لوك هنا بحيث احدد بهاي المنطقه الابار الموجوده وينها، بحيث احدد الابار ويصير عندي البير كل منطقه البير وبالضبط الثيكنس مالته زين مال الابار. الستريب لوك اللي اخذناه اللي هو 3 دايمنشنال بلوك، ممكن اسوي ستريب لوك واخزنه واسوي لها خارطه هذا واجيب الستريب لوك بالابين اضيفه على هذا الجزء هنا الموجود عندي. وضحت الفكره؟ هذا بالنسبه لموضوع ايش؟ لموضوع الستركشر كثيكنس وك 2 دايمنشن. نجي الموضوع المهم جدا هو موضوع البروفايل. نعم قبل شويه هذا الرسم اللي تبناه هذا بمنطقه محدده؟ هذا لا، هذا مو، هذا لكل المنطقه مالتي، لكل منطقه دراستي، يعني مو موقع معين. لا مو موقع معين. هذا انا اخذته لكل، هنا ما اقدر ما محدد. انا سؤال هنا اسال زميلكم يقول هذا الشكل كله طلعته انت شكل لجزء معين؟ لا، هاي لكل الابار، لكل الابار، لكل منطقتي هاي طلعتها، لكل منطقتي يعني او منطقه دراستي اللي محددها بالابار مالتي. هنا نجي هسه الى موضوع مهم جدا هو موضوع السكشنز، سكشن او ما يسمى بالكروس سكشن. والموديل، الموديل هاي مو شغلنا. الموديل، الموديل هنا شغلات الموديل يعني تدخل بمواضيع اخرى مال التلوث وغيره. انا راح اركز لك على شغلات اللي تهمني انا كجيولوجي، اللي تهمني كجيولوجي هو السكشن. الموديل هنا يظهر لك فقط الطبقات الموجوده، لكن انا يهمني السكشن. بالسكشن شباب من اختار سكشن، من اختار سكشن. السكشن شنو هو السكشن؟ تتذكرون من شرحت لكم قلت لكم انه احنا شو نسوي؟ نسوي مضاهات، مضاهات طبقه ويا طبقه واشوف هاي الطبقه وين. فاما قلنا نسوي على مستوى سكشن يعني 2 دايمنشن بين ابار محدده، او قلنا نسوي فينز دايجرام اللي هو شنو؟ اللي هو ثلاثي الابعاد لاكثر من خط. هسه راح نشوف الثلاثه نسويهن بشكل سريع. لاحظوا منا هنا من اختاريت هاي الاختيار، خليني اعيد لكم اياه، رحت للستريغرافي، رحت للسكشن، سكشن من هنا طلع لي هذا الجزء بتلاحظوه امامكم. قال لي انت الان بنيتك سو كرييتنج لانتربوليتد ستريغرافي سكشنز اللي هو المالتي بانل. راح اول مره اختار شنو؟ من التي 2 دي نفس الستريب بلوك سويناه، قلنا من التو دي شو اسوي؟ اختار شنو المواد راح تظهر لي؟ شنو شو تظهر لي بالرسم؟ ممكن اوقفهم وممكن اظهر ليثولوجيه مثلا؟ لا ما اريد، اريد ستريغرافي طبقات، اريد الطبقات واريد التكست مال الطبقه. وممكن لا ما اريد التكست مال الطبقه، خليها بس هيجي اوكي؟ وهذا فقط والتايتل عنوان التايتل ما اريده، اريد فقط او خلي هذا الدف هنا انا اخليه. هسه هذا اللي اختاريته، وممكن قلنا اختار اشياء اخرى. انا هسه اريد فقط الطبقات، اروح للالمن بعدين يقول لي انت، خلي اكبر شويه الشاشه. الان من هذه الشاشه اختار اسوي كلير اول مره، امسح كل شيء موجود. هسه اريد احدد له السكشن مالتي شي ضم يا ابار سكشن مالتي. راح اول مره اسوي سناب شوت، اقول له مثلا منا لهنا لهذا البير، مثلا لهذا البير، لهذا البير، لهذا البير. هنا طبق الاحداثيات الاكسولا مالتهم لهذه الابار. وضحت الفكره؟ لهذه الابار. بعد ذلك شو اسوي؟ حددت، ارجع اقول له بروسيس. طبعا هو هنا اللي يقول لي بلوت لوكس امشي يكون موجود، موجود ستاديغرافي ليجن تريده، خلي ستاديغرافي ليجن موجود ونقول له بروسيس. ايش راح يرسم لي؟
رسم لي، لاحظوا شباب، رسم لي شكل كلش لطيف. احنا هذا الشكل مألوف عندنا جيولوجين. رسم لي شكل يمثل لي كروس سكشن. هاي راح تاخذوه السنه الجايه في صف ثالث بالطبقات، شلون تسوي كروس سكشن، ترسم بايدك. هسه انا علمتك شلون ترسم بالحاسبه، سيصير عليك اسهل من تجي ترسم شلون ترسم بايدك. هنا انا عندي هاي الابار، كم بير انا اختاريت؟ ذن الابار، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ست ابار، ست ابار. ورسم لي المضاهات الطبقية لهذه الابار الستة، لهذه الابار الستة. زين، وطال الليجند، يعني ذن التكاوين. ليكن مثلا لو فرضنا هذا التكوين الازرق مثلا تكوين الدمام مثلا، هذا التكوين مثلا جودي اللي يكون مثلا فرات، يعني حسب التكوين اللي موجود عندك في المنطقة. وطاك الليجند هنا وياي. اكو شغله حلوه بعد اذا اشوفكم اياها هنا، ممكن ايش اسوي؟ ممكن اخفي اي طبقات ما اريدها واظهر فقط طبقات اللي اريدها. تفضل وياي. هسه كل الطبقات ظاهر لي اياهم من هنا، من هنا اقدر اوقف اي طبقات ما اريدها وابقي فقط طبقات اللي اريدها احتاجها. خلينا نجي نشوف شلون العمليه شلون تصير. نجي لاحظ هنا مثلا اقدر اقول له شنو مثلا هذا الطبقه ما اريدها، هاي فوق، واقول له هذا ما اريده او اريده، خليها الكروس سكشن احتاجه. الاول تكوين ما اريده، شلته. التكوين الثاني ما اريده، التكوين الثالث ما اريده، التكوين الرابع هذا، والبيس اريد فقط تكوين اللي قبل شوي سويت الثيكنس، هذا التكوين بقيت بس تكوين واحد. اذا دراستي بالماجستير او بالدكتوراه او بحط التخرج مالتكم ومركز على تكوين معين، ممكن احدد التكوين الذي احتاجه. وهنا الابار، الابار اللي يشوف هذا البير الاول تريده لو ما تريده، تظهره ما تظهره. البير الثاني مثلا ما اريد ابار، اريد فقط تكوين. لاحظوا فقط تكاوين، فقط مضاهات للتكاوين بدون ابار. وياي منها كلها تقدر تتحكم، تريد لا الابار تقدر تتحكم بها. لاحظ هنا ايش عندك؟ عندك هنا الليجن مطيق كل طبقه شنو شو تمثل لك، وتقدر تلغي كل شيء، تقدر تظهر كل شيء حسب الشيء تريده. يعني يعطيك المنطقة الحرية، هو هنا يعطيك منطقة الحرية بالعمل. هنا لاحظوا بقال بس الطبقة اللي هاي، وهذا هم ما أريده، هذا ما أريده، ممكن الديفولت ما أريده، بقال بس الطبقة، ممكن أبقى الطبقة أو غير الطبقة. إذا ممكن أظهر وممكن أخفي ما أريده، وضحت؟ يعني معطيك مرونة كاملة بالعمل هاي الروكورس. طبعا ليش قلت لك هو من أقوى البرامج، من اقوى البرامج للجيولوجيين وايضا للنفط، ولو النفط عندهم برنامج مشابه يشتغل يعني نفس العمل تقريبا. ها اي بس هو هذا الروكورس، لا احنا بالنسبه كجيولوجيين اقوى برنامج بالنسبه لنا، بس للاسف ما منتشر، لانه المشكله انهم ماكو محاضرات بالانترنت وشي وكذا. باغلب الجامعات الروكورس لذلك ينطوه بشكل نظري، ما ينطوه بشكل عملي، لانه يعني ماكو خلينا نقول ناس مشتغل عليه بشكل اختصاص. فهنا عندنا هذا طبعا شنو اقدر ايضا نفس الاسلوب اسوي له فايل، واقدر اخزنه، واقدر احوله الى 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 صوره مثلا جي بي جي وتفاصيل اخرى اللي اخذناها. اقدر منها احوله صوره واقول له اوكي، وراح يقول لي وين تخزن الصوره. اقول له مثلا نخزن الصوره، خزن لي اياها بالاي مثلا، سمي لي اياها اي تسميه اريدها مثلا تيست 1 مثلا، وخزنتها. وبعد ذلك لو تيجي شوف ثاني هاي الصورة اللطيفة، مو جاي ها شو هاي مو عندي انا، اروح للفايل. من الفايل ممكن اقول له سيف از، السيف از هذا شيء يفيدني، يفيدني يخزن لي الملف اللي ممكن احث عليه بالمستقبل. لكن اذا اريد اخزن الصورة اروح للاكسبورت، من نعم التصدير، تصدير اصدر. يقول لي شو تريد تصدر؟ جي بي جي، بي ام بي، عندنا التيف، اي نوع من انواع الملفات اللي يصدرها؟ كي ام زد، كي ام زد هذا يصدر لي ملف يتوافق مع جوجل ايرث. زين، اقول له لا صدر لي اياه كجي بي جي، لان الجي بي جي شويه حجمه صغير، وصير ممكن يعني اضمنها ببحثي، بطروحتي، باي شيء. فاقول له منها جي بي جي، راح يقول لي الريزوليوشن اللي تريده، اقول له مثلا 300، ممكن 600، 1200 حسب الريزوليوشن. ها؟ شنو الريزوليوشن؟ الريزوليوشن اللي هو كم بكسل بالسنتيمتر الواحد. احنا الصوره اي صوره، الصوره الشخصيه من تاخذ صوره بكاميرا وتخليها بالحاسب تقعد تكبر تكبر تكبر، تصل الى مرحله تصير لك مربعات. هذا المربع هو يسموه بكسل. بكسل اذاك من تشتري كاميرا، شو تسال على الكاميرا تقول له ايش قد ميجا بكسل الريزوليوشن مالتها، دقتها ايش قد،
دقة التصوير، يعني كم بيكسل كم مربع خلينا نقول بالسنتيم الواحد اللي واحد لك الوضوح. فهنا عندنا احنا دائما مثلا عندنا 150 300 600 1200 هذا الريزوليوشن المعتاد. طبعا كل ما زاد الريزوليوشن كل ما زاد حجم الصورة، حجم الصورة يزداد بس دقتها ايضا تزداد. فاقول انا اوكي، راح يقول لي حدد لي الـ وين تخزن الملف شو اسمه، احدد له اسم الملف وراح يخزنه بشكل صورة. وضحت الفكرة؟ هذا بالنسبة لموضوع الفينز دايجرام. بنفس الآلية ايضا الفينز دايجرام، بنفس الآلية ممكن اسوي فينز دايجرام، فينز دايجرام منه عن طريق ايضا استوغرافي فينز دايجرام اللي وش كاتب لك هنا اشوفه، قالوا عبارة يسميه 3D profiles، هو ايضا profiles لكن ثلاث الابعاد 3D. اقول له فينز دايجرام منه راح يعطيني هاي الشاشة، يقول لي ترى انت الان تريد تسوي كرييتنج انتربوليتنج استوغرافي لفينز دايجرام. شنو فينز دايجرام؟ قلنا نفس البروفايل لكنه بثلاث الابعاد، يعني طول بعرض بارتفاع. نفس الاليه من ستريب لوك، احدد له ايش اريد انا هنا، اريد فقط الليثولوجيه، لا اريد فقط استوغرافي. طلع استوغرافي منها، حددت استوغرافي وياي والاكسس المحار والتاتو. اوكي اجي هنا، اجي هنا راح احدد من هنا وين ال 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 شوفوا شباب، من هنا راح اجي ايش احدد؟ احدد طبعا البلوت لوكس، خلي اقول لها مطين بلوت لوكس والبلوت سيرفيس بروفايل، اقول اسوي لها من هنا راح اجي اقول له كلير، امسح لي كل شيء، مسح لي. هسه مين اريد؟ اريد مثلا شوفوا شباب، اريد من هنا اللي هنا هاي واحد، ومن اللي هنا اثنين، ومن الى هنا، ومن هذا النقطة الى هاي النقطة، لاحظوا، ومن هاي النقطة الى هاي النقطة. ايش حددت؟ مو بروفايل واحد وانما مجموعة بروفايلات متقاطعة متقاطعة. هسه اقول له هاي البروفايلز الخمسة، هاي البروفايلز الخمسة ارسم لي الفينز دايجرام مالتهم. سيرفس لاين اوكي، هنا الجريد نقول له نسوي الجريد. اوكي الجريد الغينا لانه ده يطمع عندي. هسه طلع عندي، هسه راح يرسم لي شنو؟ راح يرسم لي الفينز دايجرام ثلاث الابعاد. فالشكل ايضا كلش لطيف راح تشوفوه، ولا غنى لاي جيولوجي عن هذا الفينز دايجرام. كل طروحه عندنا بالماجستير بالدكتوراه لازم بيها تشوفوها الفينز دايجرام. لاحظوا هذا رسم لي الفينز دايجرام هذا الشكل، شوفوا هذا الشكل للفينز دايجرام. خل اكبره هنا الغي هاي، شوفوا هذا الفينز دايجرام، شوفوا للمقاطع اللي ردتها واحد قلنا اثنين ثلاثة مو أربعة خمس مقاطع. ذن الآبار أيضا ظاهر لي بيها الآبار، الآبار ممكن الآبار ألغيهن منه ما أريدهن، ممكن أظهر اللوجز، أظهرن أو أخفين اللوجز الموجودة، أخلق باللوجز الموجودة. لاحظهن هذا الفينز دايجرام ثلاث الأبعاد، ثلاث الأبعاد هنا هذا الفينز دايجرام. وطبعا هنا بالشكل خلينا نقول المبسط، طبعا من الادوات تعرفوهن هاي عمليه التدوير، يدور بهالشكل، هذا يدور بالعكس، هذا يدر يفر بهالشكل. عندنا هنا اللون البيس، ممكن اعطيه مثلا لون ليكون مثلا هذا اللون، هذا اللون انطيه للخلفيه الخاصه بالشكل نفسه، انطيه مثلا شكل هذا شويه اريح للعين. يعني هنا يعطي اللون هنا هاي كلش هذا هاي اللي هو ينطي زاويه الضوء، من زاويه الضوء، زاويه الضوء وين؟ لاحظوا زين اشوفوا ايش تغير عندي الشكل، لاحظوا من اسوي هنا شوف تغير عندي الضوء، الاضاءه تغيرت عندي، لاحظوا وين اخيلي زاويه الضوء تختلف، وبالتالي يختلف كانما الظل، من تخلي منها زاويه الظل يصير الظل على الجهه الثانيه، تخلي منها كاية يسموها زوايا الحركه. ايضا هنا تقدر تشوف تطي شنو؟ تطي حدة الضوء، حدة الضوء، حدة الضوء وحدة بالنسبة للعمل. هذا طبعا اللايت تريد أباف أونلي من فوق يصير الإضاءة، أو حسب
الزوايا منها تحددها انت، هاي تفاصيل احنا نحددها بالرسم للعمل. على كل حال هذا الشكل ايضا ممكن اقول له فايل واقول له اكسبورت، هنا أنا يقول لي تريده ايضا بي ام بي جي بي جي او تيف فايل حسب الشيء تريده انت تحدده، وايضا تطرحه وين بالاطروحه. ممكن تقول له تروح الجوجل ايرث تريد تشوف بالضبط هذا وين مكانه بالجوجل ايرث، ممكن احدد مكانه بالجوجل ايرث بس المشكله ما عندنا انترنت، بس هنا أنا اللي يقول ما عندك انترنت جوجل ايرث ها العفو الكمبيوتر خلينا نقول له يقول لي راح انزل لك جوجل ايرث، فشوف بس راح شو يسوي لي، راح يقول لي انه المكان بالضبط لهذا الابار وين موجوده. شوفوهم انترنت ما عندي وما محفز، فلذلك لو مشغل عند الجوجل ايرث راح يعطيني بالضبط الموقع لهذا الابار والشكل، يعطيني انا المشكله ما عندي انترنت فما يقدر يكنك ويا الانترنت زين، ما يقدر يكلمك بالانترنت فلذلك شبكه ما عندي. على كل حال هذا كل ما اريد اعطيكم اياه اليوم. بس هو 3 دي ها ال 3 دي اعيد لك اياه الدله البسيطه، راح ارجع شو اسوي؟ راح اروح الى موضوع منا اختار الفور هولز مانجر، من الفور هولز مانجر اختار الاستيريوغرافي، من الاستيريوغرافي راح يحددني يقول شو تريد، اقول له اريد فينس دايجرام 3 دي بروفايلز فينس دايجرام، من الفينس دايجرام اختار اول اختيار اللي هو الفينس دايجرام، الفينس دايجرام اختاره، من اختاريته راح يطلب مني طلبين عندي، الطلب الاول هو الستريب لوج اي ماذا تظهر، شو تريد يتضمن الفينس دايجرام مالتك، منها شو تتضمن مثلا الستريوغرافي الاكوفا يعني بقيه الحقول الموجوده ذني خيارات، انا ممكن ما اريد ستريوغرافي اريد ليثولوجي فقط، ليثولوجي يسوي لي الليثولوجي، ما اريد ليثولوجي اريد ستريوغرافي، لا اريد مال بقيه الاختيارات اللي هي الخاصه بال ها شكلها شكل الخريطه ما الخريطه، لا هذا خيارات لما يظهر بالموديل مالتك، ايش راح يظهر لك بالموديل مالتك؟ فقط يسوي لك الاستوديوغرافي لو لا تريد استوديوغرافي وليثولوجي وهكذا بالنسبه للبقيه، واضحه؟ فانا اختار من الاستوديوغرافي منها، وبعد ذلك نروح منها للفينز، اقطع الكلام للفينز، اختار شنو منها؟ اختار منها ال يعني المقاطع اللي اريدها، اريد المقاطع اللي اريدها ترسم لي بيها، اختاره من هنا ممكن اقول له كلير، اسوي كلير واقول له مثلا من هذا الاقطار اسوي بس قطر هذا شوفوا ممكن اسوي بس هيك بيج دايجرام واقول له راح يرسم لي فقط مقطعين متعامدين والفينز دايجرام لهذين المقطعين المتعامدين يعطيني اياها بشكل 3 دايمنشن. فهذا طبعا اللي تعطيكم اياه اليوم بالمحاضره مالتنا حتى تطبقوا شوفوا سوالي بس مقطعين، لاحظ هذا مقطع وهذا مقطع شوفون بس مقطعين، وممكن اوقف كل هنا اللوجز والتفاصيل الاخرى اخلي بس الستوغرافي هذا فقط، هذا ممكن اخليه وبالتالي شوفوا انت الثاني هذا شوي اميله بهالاتجاه، لاحظوا هذا هو شكل الثانيه لمنطقتي للمنطقة اللي أنا أشتغل بيها طاني فقط هذا الشكل. أوكي أكو سؤال استفسار أكو شيء ما فاهمين؟ إذا بس الأدوات فوق شنو كم مثال وظيفة ثانيين بغير الاستفسار؟ ثاني يعني شغلات تكبير وتصغير أمور أخرى مو يعني زين هذا يسوي له ستريج يعني يسوي له مثل التنشن يعني بحيث يكبرها هذا زين وهكذا بالنسبة للبقية هذا يسوي له شوف ستريج هذا لا يلغي يرجعه بس احنا مو مهمات المهم عندنا الحركة وما يعرض على الشكل. اوكي قبل شوية من سويت كلير استاذ للخارطة نعم خط احمر ما نلاحظ شنو معناها خط احمر Thank you.
Yeah.